السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معكم حلقة جديدة ومس مايو ايزي انجلش. النهاردة هنكمل مع بعض يونت 3 في كونكت تالتة ابتدائي ان شاء الله. اتمنى لو الفيديو عجبنا نعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معايا في القناة. سيب لكم روابط الوحدات اللي قبل كده، واسيب لكم رابط صفحة الفيسبوك بتاعتي عشان لو حبيتوا تتواصلوا عليها التواصل بيكون اسهل واسرع. اليونت بتاعنا اسمه on the weekend، يعني في العطلة الاسبوعية. وبداية الكلمات في الجزء ده معانا كلمة magnet اللي هو المغناطيس، pole اللي هو القطب، يعني في المغناطيس اللي هي معناها طرف المغناطيس، يعني سواء من الناحية دي او من الناحية دي. attract يعني يجذب، يعني يجذب يعني ايه؟ يعني لما بنيجي نحط مغناطيس على مغناطيس كده تلاقيهم لزقوا في بعض، هو دي اللي معناها ينجذب او يجذب. اوكي، بعد كده repel اللي هو يتنافر، يعني لما نيجي مثلا نحط المغناطيس على حاجة غير مغناطيس تاني بنلاقيهم بيبعدوا عن بعض. اوكي، bottle يعني ازازة، wool يعني صوف، paper clip اللي هو المشبك بتاع الورق اللي بنشبك بيه الورق عشان ما يطرش، scissors اللي هو المقص، iron بتيجي بمعنى مكوى وساعات بتيجي بمعنى حديد، time يعني وقت، center يعني مركز، objects يعني اشياء، together يعني معا، quarter to يعني الا ربع، ودي بنستخدمها في الساعة، quarter يعني ربع، half past يعني هو نص، ودي برضو بنستخدمها في الساعة، metal يعني معدن، north pole يعني القطب الشمالي، و south pole يعني القطب الجنوبي، end يعني نهاية، و the same يعني حاجة متشابهة. اوكي، في كمان معانا كلمات attract ودي قريناها في الاول اللي هي معناها ينجذب، repel يعني يتنافر، والكلمتين دول بيجوا دايما في شرح كلمة المغناطيس، ان هو يعني بينجذب لأشياء معينة وبيتنافر معاها، pull يعني يسحب، و push away يعني يدفع يعني يبعد. اوكي، اول جزء معانا للجرامر في اليونت ده وهو او في الجزء ده هو درس الساعة، بيعرفنا ازاي نقول عن الوقت، والساعة معانا ليها طريقتين هنبتدي نفهمها مع بعض. اول حاجة لما باجي اسأل عن الوقت بسأل بجملة اسمها what time is it، what time يعني ما الوقت، is it طبعا لان الساعة انا بسأل عن ساعة، الوقت حاجة واحدة بس، فبنستخدم is و it لغير العقل. اوكي، يبقى what time is it. في سؤال تاني اسمه what is the time، هو نفس المعنى يعني برضو الساعة كام. اوكي، عندنا بقى طريقتين في الحل، يا اما طريقة بقولها بالكلام يا اما طريقة بقولها بالارقام، يعني طريقة كلامية وطريقة رقمية. ناخد واحدة واحدة. الطريقة الكلامية وهي اول حاجة ان احنا لازم نفهم ان الساعة فيها عقربين او two hands، long hand والshort hand. long hand ده يعني انا دايما كده بقولها للولاد، ايه مش شاطر، مش بيحفظ الارقام، مش عارفها، مش بيعرف يقولها، متسرع، يعني نوتي جدا وفي كل العيوب اللي مش حلوة. لما بيقف عند الارقام بيغيرها ازاي؟ يعني مثلا انا عندي اربع ارقام مهمين جدا في الساعة اللي هم ايه، 3 و 6 و 9 و 12. لما بيقف عندهم العقرب الكبير بيغير اسميهم، يعني بيعرفش يقول ان ده 3 و 6 و 9 و 12، بيسميهم ايه؟ بيسمي 3 quarter past يعني وربع، بيسمي 6 half past يعني ونص، بيسمي 9 quarter to يعني الا ربع، وبيسمي 12 o'clock يعني بالظبط. دي لما الاقي العقرب الكبير واقف عند الارقام دي اعرف ان اساميهم اتغيرت وهتبقى بالشكل اللي انا قلته ده. تاني حاجة الشورت هاند واللي هو العقرب الصغير ده شاطر جدا وحافظ الارقام كلها، حافظهم كلهم، بيعرف يقول من 1 لحد 12 اللي موجود في الساعة. طب تعالوا ناخد كده يعني اربع اشكال للساعة بالنمط اللي احنا اتفقنا عليه ده. يعني مثلا لو معانا صورة ساعة هنا والعقرب الكبير واقف عند الـ6 والصغير واقف عند الـ2، في الحالة دي هقراها ازاي؟ اول حاجة بنكتبها، اول قبل ما بفكر وقبل ما ببص على الارقام وقبل حاجة لازم اكتب it is اللي هي it's. اوكي، بعد كده بنكتب العقرب الكبير الاول وبعد كده العقرب الصغير، مش في كل الحالات ما عدا بس o'clock، هي o'clock بتحب تيجي في الاخر. اوكي، يعني هنا مثلا يبقى it's العقرب الكبير العقرب الصغير، هقوم قايله ايه، it's half past 2،
خلاص هو العقرب الكبير مش شاطر ما بيعرفش الارقام، بيسمي 6 هاف باست، يبقى 8 هاف باست، وفي الاخر الشورت هاند اللي هو 2. اوكي طيب نشوف ساعة تانية. ولو عندي مثلا الساعة واقفة العقرب الصغير عند 9 والكبير عند 3، هنكتب ايه؟ 8 عقرب كبير عقرب صغير، يبقى هقول ايه؟ 8 كوارتر باست، والعقرب الصغير اللي هو الايه؟ 9، يبقى 8 كوارتر باست 9، يعني الساعة 9 وربع. طب لو عندي ساعة تانية والعقرب الصغير واقف عند 5 والكبير واقف عند 9، هنقول ايه برضو؟ هنقول ايه؟ 8 كوارتر 2 5، يعني الساعة 5 إلا ربع. يبقى بنمشي كده بالنظام ده مع الكوارتر 2 والهاف باست والكوارتر باست، لكن كلمة اوكلوك بتحب تيجي في الاخر. يعني مثلا لو عندي الساعة واقفة العقرب الكبير عند 12 والعقرب الصغير عند 6، ساعتها اقول ايه؟ it's 6 o'clock. ما ينفعش اجيب اوكلوك الاول، يعني في الحالة دي ما ينفعش اجيب العقرب الكبير الاول، لا هجيب العقرب الصغير الاول، لان كلمة اوكلوك بتحب تيجي في الاخر، يبقى it's 6 o'clock. وده كان بالنسبة للساعة اللي بنقولها بالكلام. طب بالنسبة للساعة الرقمية، يعني ايه الساعة الرقمية؟ يعني لما اجي اجاوبها هجاوب بالارقام. برضو السؤال بيكون بتاعها what time is it او what is the time، والاجابة بتاعتها اول ما ببدأ بيها ببدأ ب it. تمام، بس هنا بقى في الساعة دي بيجي العقرب الصغير الاول وبعدين العقرب الكبير، دي فيها كلها. بس هي فيها نقطة صغيرة جدا واللي هي ممكن تاخد مننا شغل شوية، وان هي لازم احفظ ولادي ان ارقام الساعة يعني ايه؟ قولوا 5 و10 وربع وتلت ونص لخمسة ونص، اللي هي اللي احنا بنقولها بالعربي بقى. تمام، برضو في الساعة دي العقرب الكبير مش شاطر ومش حافظ الارقام، ما بيعرفش يقولها وما بيعرفش يحفظ اسامي الارقام، بيغير اساميها. يعني ايه؟ يعني لما بيقف عند الوان بيسميه 5، لما بيقف عند التو بيسميه 10، الثري بيسميه 15، الفور بيسميها 20، الفايف بيسميها 25، السكس بيسميها 30، السيفن 35، الايت 40، الناين بيسميها 45، التن بيسميها 50، والإليفن بيسميها 55، والتويلف يا اما بيسميها اوكلوك يا اما بيسميها 00. اوكي طيب في الحالة دي بقى إيه هعمل ايه؟ يعني لو المفروض ان ابني في سنة تالتة دلوقتي وخلاص يعني يقدر يحفظ الارقام بالعربي، يعني لو انا ابني في مدرسة عربي عادي يقدر يعرف ان 5 هي الفايف والعشرة هي التن والخمستاشر هي الفيفتين. اوكي طيب، يبقى ابني هيحفظها بالعربي وبالانجليش، او لو في انجليش خلاص زمانه دلوقتي بقى يعرف يزود 5 5 على الارقام، يعني يقدر يقول 5 10 15 20، اللي هو 10 5 10 15 20 كده. فلو ابني ضعيف شوية ممكن نحفظه 3 أرقام 3 أرقام كل يوم، بحيث ان هي ما تبقاش لود عليه. طيب تعالوا نشوف ساعات كده، ونفس الساعات اللي احنا حليناها قبل كده هنحلها بالأرقام، اللي هي كانت أول واحدة واقفة عند العقرب الصغير واقف عند التو والكبير عند السكس، وساعتها كنا احنا المرة اللي فاتت قلنا ان ده ايه؟ it's half past two. المرة دي هنقولها ايه بقى؟ it's 2:30، يعني قلنا العقرب الصغير الأول وبعدين العقرب الكبير. It's 2:30، يعني 2:30. طيب نحل الساعة التانية اللي حليناها، اللي هو كان العقرب الصغير واقف عند 9 والكبير واقف عند 3، ساعتها قلنا عليها ايه؟ It's quarter past 9، صح؟ طيب في الرقمية هنقول عليها بقى ايه؟ It's 9، ونقول اللي هو 3 ده نقرأ ان هو 15، يبقى It's 9:15. طيب الساعة التالتة اللي كانت واقفة عند الفايف العقرب الصغير والكبير كان عند الناين، وقلنا عليها ايه؟ it's quarter to five، يعني الساعة 5 إلا ربع. ساعتها بقى في الرقمية هنقول عليها ايه؟ it's 4:45. تمام، بنقول العقرب الصغير باسمه والكبير اللي هو بيغير اسمه بس بيجي في الاخر. يعني لو عندنا بقى الساعة الاخرانية اللي هي مثلا لو واقفة عند السكس العقرب الصغير والكبير واقف عند التويلف، ساعتها انا قلت عليها ايت سكس اوكلوك، وهنا هنقول عليها ايه؟ ايت سكس اوكلوك، برضو بنفس الطريقة. تمام كده، يلا بقى نحل شوية اسئلة. هنا مديني ساعات ومديني جملتين جنبها، ونشوف انهي ساعة فيهم اللي صح. يعني الساعة الاولانية واقفة عند ما بين السيفن والايت، والعقرب الكبير واقف عند السكس، ومديني ايت سيفن ثيرتي ولا ايت كوارتر تو
1. طبعا انا ما عنديش اي عقرب واقف على 1، يبقى it's 7:30 اللي هي الساعة 7:30. خدوا بالكم ان من بعد النص بيبتدي العقرب يمشي ناحية، العقرب الصغير بيمشي ناحية الرقم اللي بعده، يعني 7 بيبقى بعديها 8، فالعقرب الصغير بيبتدي يطلع واحدة واحدة لانه خلاص قرب يوصل عند ال 8. اوكي، الساعة اللي وراها العقرب الصغير واقف عند ال 2، الكبير واقف عند ال 9 وبيقول لنا it's 2:30، يعني هو 2:30 ولا it's 1:45. طبعا هنا هنقول 1:45 لان العقرب الكبير واقف عند الناين اللي هو اللي ربع اللي هي 45، وطبعا العقرب الصغير داخل عند التو فبيبقى 1:45، يعني الساعة 2:15. طيب الساعة دي كمان وعندنا العقرب الصغير واقف عند الفايف والكبير واقف عند ناين ومدينا it's a quarter to five و it's a quarter past five. الفرق بين quarter to quarter past ان quarter to لما بيكون العقرب الكبير واقف عند ناين، و quarter past لما بيكون واقف عند ثري. هو هنا عندنا واقف عند ناين يبقى it's a quarter to five. الساعة اللي بعديها واقف الصغير عند 9 والكبير عند 3 بيقول لنا it's 9:30 ولا it's a quarter past 9. طيب احنا عارفين ان ال 30 اللي هي عند العقرب الكبير يكون عند 6، يبقى اول واحدة غلط، لكن quarter past يعني واقف عند 3 و 9 واقف عند 9 يبقى it's a quarter past 9، يعني الساعة 9:15. اوكي، وعندنا هنا كمان جزء خاص بالساعة، وهو لما بنيجي نحدد ساعة بنعمل فيها حاجة معينة، يعني بنيجي نقول ساعة بعد فعل، يعني ما اجي اقول انا بنام الساعة 9. اوكي، في الحالة دي بنستخدم حرف الجر at. الساعة بتاخد كلمة at، يعني ما اجي اقول انا بنام الساعة 9 اقول ايه، I sleep at 9 o'clock. لما اجي اقول انا بروح مدرسة الساعة 7 هقول ايه، I go to school at 7 o'clock. لما اجي اقول انا برجع البيت الساعة 2:30 هقول ايه، I go home at 2:30. يبقى اهم حاجة ناخد بالنا منها ان الساعة بتاخد حرف الجر at. اوكي، وبما ان المناهج عندنا بقت شاملة فدخلنا جزء ساينس في الانجليش واللي هو درس الماجنتس اللي هو المغناطيس، بيفهمنا يعني ايه المغناطيس وازاي نتعامل. اكيد يعني كلنا كاطفال كده في لعبة اللي هما 2 مغناطيس بيلزقوا في بعض بنلاقيها في المكتبات كده اللي جنب المدرسة، والفضول بيخلينا نشتريها. مبدئيا لو انت عندك المغناطيس ده هتفهم موضوع المغناطيس. بيقول لنا اول حاجه ايه، A magnet attracts metal objects، يعني ايه، يعني المغناطيس بينجذب للحاجات المعدن. تاني حاجه كمان بيعرفها لنا، بيقول لنا A pole is the end of a magnet، يعني البول اللي هو القطب بتاع المغناطيس اللي هو بيبقى في طرفه، يا اما اوله يا اما اخره، اللي هو يا في البدايه في النهايه، هي الحتتين اللي في البدايه والنهايه دول اسمهم البول. اوكي، بعد كده الجزء الثاني برضو في الستودنت بوك في صفحة 40 بيقول لنا A magnet has two poles، المغناطيس بيبقى فيه طرفين، A north pole بيبقى عليه N اللي هو القطب الشمالي، و and a south pole اللي هو مكتوب عليه S اللي هو القطب الجنوبي. The north pole attracts the south pole، بيقول لنا لو معانا بقى 2 مغناطيس جنب بعض بيقول لنا ان القطب الشمالي في واحد هيجذب القطب الجنوبي في الثاني. تمام، زي pull together هما بيسحبوا مع بعض، يعني لو حطينا الاثنين جنب بعض هنلاقي ان هو بيروح لناحية ومش التانية، يعني يعني لو انت حاطط الاثنين جنب بعض وجيت تلزقهم القطبين في بعض هتلاقي ان الناحية الشمال في واحدة بتروح للناحية الجنوبية في التانية. اوكي، but the same pole repels، زي push away، لكن القطبين اللي هما متشابهين، يعني لو حطيت ناحية شمال جنب ناحية شمال هنلاقيهم بعدوا عن بعض، ما لزقوش في بعض، بيزقوا بعض. اوكي، بيقول لنا A magnet، مدينا صورته المغناطيس، attracts يعني بيجذب، بيجذب ايه بقى، الحاجات المعدن، مش احنا قلنا A magnet attracts a metal، بيجذب المعادن. بيقول لنا ايه هي المعادن بقى، زي scissors المقص، A paper clip الحاجات اللي هي بتبقى معدن دي، and iron بيجذب الحديد او المكوى، يعني تلاقي المغناطيس راح لزق فيها. doesn't attract مش بيجذب ايه بقى، الwool يعني حطينا جنبه صوف مش هيجذبه، البوتل ازازة مش هيجذبها، يعني الصوف والبلاستيك والبنسل القلم الرصاص برضو ما يجذبوش، هو بينجذب بس ناحية المعدن، نلاقيهم بيلزقوا في بعض، بينجذب يعني هنلاقيهم بيلزقوا في بعض. اوكي، يلا بينا بقى نحل أسئلة على الجزء ده. وهنا بيقول لنا look at pictures and complete with، هنكمل بكلمة 20 و half و quarter. أول ساعة بيقول لنا it's not past 2، وهنا الساعة
كلامية يعني بنقولها بالكلام طبعا، مادام في كلمة باست يبقى يا كوارتر يا هاف. هو واقف الكبير عند السكس والسكس اسمه هاف باست. الساعة التانية وعندنا العقرب الصغير واقف عند الايت والكبير واقف عند الفور، ومكتوب اتس ايت يعني جايب لنا العقرب الصغير في الاول وعايز العقرب الكبير في الاخر، يبقى هنقولها رقمية بالارقام. طيب العقرب الصغير اسمه ايه في الارقام؟ اسمه 20، يبقى اتس ايت 20. اوكي وي ري ارينج، بيقول لنا ات از وات تايم، عايزنا نسأل عن الوقت وندم في كلمة تايم يبقى هنقول وات تايم، وات تايم از ات يعني الساعة كام. ميتال اتراكتس ا ماجنت اوبجكتس، طيب يبقى عايز يقول لنا ان المغناطيس بينجذب للاشياء المعدن، يبقى ايه ا ماجنت اتراكتس ميتال اوبجكتس يعني المغناطيس بينجذب للاشياء المعدن. نمبر 3 بيقول لنا لانش ات هاف اي 2:30 يعني عايز يقول لنا انا بتغدى الساعة 2:30، يبقى اي هاف لانش انا بتناول الغداء ات، واحنا قلنا ان الساعة بتاخد ات وبعد كده هنقول ايه 2:30، ان ده مجايب لي العقرب الكبير بالارقام يبقى العقرب الصغير يجي الاول، يبقى ايه 2:30، يبقى I have lunch at 2:30. بعد كده البنكتويشن، واحنا عرفنا ان اول الجملة لازم تكون كابيتال سواء كانت جملة او سؤال، واخر الجملة بحط يا فول ستوب يا كويستشن مارك، وهنا بيقول لنا what time is it، يبقى what هتبدأ بحرف كابيتال وفي الاخر طبعا هنحط كويستشن مارك لان what ده اداة استفهام. اوكي وبكده نكون خلصنا الجزء ده من اليونت، اتمنى نذاكره على ما ننزل الجزء اللي بعديه، اتمنى يكون الشرح فاتكم وعجبكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معايا في القناه، سيب لكم رابط الوحدات اللي قبل كده ورابط صفحه الفيسبوك بتاعتي عشان لو حبيتوا تواصلوا معايا بيكون اسهل واسرع، واشوفكم في الحلقه الجايه ويلا باي باي.